الإنجازات المهمة في عام 2023 هو يعني الاستمرار في نمو ما تم التخطيط له مسبقا فيما يخص النقل البري. نحن طبعا نمر الآن بمرحلة لتطوير النقل البري بحيث أنه يكون النقل البري منظم أكثر، وأيضا يكون قادر على أنه يتخلص من الرمادية في السوق، لأن في النقل البري من أهم المكونات أن يكون هذا القطاع قطاع جاذب وقطاع أيضا جيد وقطاع أيضا مراقب بشكل جيد. يعني أبنائنا المواطنين تم تأهيلهم وتدريبهم فيما يخص التقنيات المتقدمة، وكثير منهم أيضا كانت هناك شهادات مهنية مخصصة ساهمت في رفع كفاءة الخريجين، وساهمت أيضا في تقديمهم لسوق العمل بشكل أفضل. وكنتيجة كان هناك الحمد لله إقبال على توظيف العمانيين أفضل في مجال التقنية. أطلق مركز عمان للوجستيات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي، وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2023. جائزة التنقل الأخضر ستأتي من ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة. أسبوع عمان للاستدامة سيقام ما بين الفترة 28 إبريل إلى 2 مايو من هذا العام، ولأول مرة تطلق جائزة التنقل الأخضر، وهي تتويج للجهود والكفاءات وأيضا المشاريع التي استطاعت فعلا أن تساهم بشكل في تخفيض هذه الانبعاثات. من أهم الأشياء اللي نتوقعها في عام 2024 بعض الطرق الرئيسية، إسناد بعض الطرق الرئيسية كطريق ثمريت هيمة، أيضا نتوقع أيضا إسناد بعض المشاريع المهمة الأخرى كفرق نزوة وكذلك قعلان الكامل وبعض الأعمال، انطلاق طبعا الأعمال في طريق الباطنة الساحلي. المقاول حاليا يقوم ب يعني التنقل إلى مناطق المخصصة لهذا المشروع من خلال نقل مخيمات العمال. هناك يعني في هذا العام أيضا نتوقع تسارع في مشروع دباليما خصب، بدأ في وقته في العام الماضي والحمد لله، والمقاول يعني يتم الأعمال بصورة أسرع مما توقعنا. في المجالات الأخرى هذا العام راح نتوقع أن يكون هناك حراك جيد جدا في استوديوهات الذكاء الاصطناعي، وكذلك في يعني اللارج لانجويج موديل اللي هو في الذكاء الصناعي أو لغة الذكاء الصناعي العمانية، ونتوقع أن يكون هناك إن شاء الله انطلاقة جيدة أيضا لبرنامج الفضاء حوالي في الصيف، يعني نتوقع بعد يعني في شهر 5 شهر 6 الإعلان عن من أين سيتم تصنيع وإطلاق القمر العماني إن شاء الله. كثير من المشاريع المهمة أيضا في طورها إلى الإسناد إذا ما تمت في قطاع في القطاعات الأخرى، نتوقع أن يتم القرار هذا العام في ما يخص مترو مسقط، ويتم إسناد بعض المناقصات التي لها علاقة بالربط السككي بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا تقود وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات تنفيذ البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وهي عبارة عن استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. تحتوي هذه الاستراتيجية على 4 مؤشرات أداء: زيادة عدد الشركات الناشئة في القطاع، زيادة ترتيب السلطنة، والحمد لله سلطنة عمان ارتفعت مرتبتين في 2023 وصارت مرتبتها 50 عالميا من أصل 193 دولة في الذكاء الاصطناعي، والخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا ارتفاع جيد الحمد لله ونطمح لارتفاع أكثر. المؤشر الثالث هو مؤشر زيادة عدد
الاستثمارات الداخلية في الذكاء الاصطناعي، بحيث أن الشركات تستثمر أكثر في مشاريع الذكاء الاصطناعي. والحمد لله في عام 2023 حسب الاستبيان اللي قمنا به مع الشركات الكبيرة في سلطنة عمان، وصل حجم الاستثمارات الداخلية في الذكاء الاصطناعي حوالي 30 مليون ريال عماني، وهذا رقم جيد جدا، وبيبنى عليه بإذن الله مشاريع ومبادرات أكثر في الذكاء الاصطناعي إن شاء الله.